السلام عليكم ورحمة الله، جمهور بيت الزعاف عاملين يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. النهاردة إن شاء الله معاكم في حلقة جديدة. طبعا للي ما عرفنيش، أخوكم في الله اسلام كرم. وارد جدا إن أي حد يمر باكتئاب أيا كان ظروفه أيا كان شغله إيه. طبيعة البشر أنت ممكن أحيانا تحس بالاكتئاب، ورغم ذلك يعني الحاجة الوحيدة اللي إحنا ما نقدرش نتأخر فيها حتى لو إحنا مرينا بالشعور ده زي أغلب الناس، إن إحنا نتأخر على حضراتكم في الردود. انا اغلب وقتي طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان احنا بنجتهد عشان بفضل الله نوصل لحضراتكم يعني محتوى ما تشافش في اي حته تانية، وحصر بفضل الله على اليوتيوب. فبصراحه كنت محتاج حيوانات اليفه جديده معايا تسليني برضو شويه، ففكرت كتير كتير كتير، في الاخر رسيت على الهامستر. وعن تجربتي وبقاله معايا دلوقتي اكتر من شهرين او حاجه، فاقول لكم المزايا اللي شفتها فيه وبرضو العيوب برضو عشان تاخدوا بالكم للي ناوي يربي الهامستر لاول مره. اتمنى الحلقه ان شاء الله تعجب حضراتكم. قبل ما نبدا حلقتنا ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتكرموا تفعيل زر التنبيه عشان بفضل الله توصل لكم في حلقتنا الباول، ولكم شير لو بيعجبكم محتوانا، ونتوكل على الله على طول. الحلقه النهارده عن الهامستر السوري. انا من اللوكيشن الجديد زي ما قلت لحضراتكم ان احنا بنجهز لسلسله جديده بفضل الله تعالى تعرض لاول مره على يوتيوب ضرب نار ان شاء الله تعالى. وصحيح برضو قبل ما انسى، احنا يعني امبارح بفضل الله تمينا 180 ما شاء الله، كتر الله الحمد رب العالمين. ولكن انا مستني ان احنا نوصل ال 200 بفضل الله تعالى قبل جمهور بيت الزواحف. عندي حماس اكتر ان انا انزل اوزع جوائز وان انا انزل سلام على حضراتكم قريب جدا ان شاء الله في سوق جمعه. ان شاء الله هانت هي دعواتكم جميعا. في حبايب قلبي كانوا طالبين حلقات عن الصقور والتماسيح، ان شاء الله نزل قريب جدا جدا يا جماعه. بس طبعا هتبقى فيديوهات تخص السلسله الجديده اللي احنا اتكلمنا عنها ونوهنا عنها ان احنا ان شاء الله هنبداها. برضو حلقات سوق كلاب وحلقات سوق جمعة. مش محتاج اقول لحضراتكم، حضراتكم اهل كرم، ما ننساش اللايك والشير علشان محتوانا يوصل لباقي اخواتنا. ندخل على الحلقة على طول. اصحى يا هوب هوبا. طبعا ده حيوان الهامستر السوري مش الروسي يا جماعة، ده بيبقى في منه الوان كتير تمام، مش بس اللونين دول. طبعا ده القفص بتاعه، في ناس بتحب تربيه في علب بلاستيك برضو اللي هي الشفافة دي، ممكن حاجة تعملها الغطا من فوق سلك مفيش اي مشكلة تمام، بتبقى ارخص شوية. ولكن دون لو انت يعني حابب انك حضرتك تسيبه جنبك يعمل جو والكلام دون يتحرك الكلام ده، لانه حيوان لعبي جدا وفي كمان العاب ليه كتير جدا تمام. هوريكم برضو نموذج في اخر حلقة للعلبة اللي انا بتكلم عنها، ولكن انا شايف ان القفص افضل ليه لانه بيخليه يتحرك ينشط تمام. طبعا مميزات القفص ده ان هو زي ما معاكم شايفين كده بيتركب، سهل جدا ان حضرتك تفكه وتركبه تاني. طبعا الاكل انا حطيت لهم هنا علف فراخ تمام، عيش خلط دون بده تمام. ممكن برضه حضرتك تحط لهم خضروات او فواكه مفيش اي مشكله، يعني هو بياكل اي حاجه تمام. طبعا انا فارش لهم نشاره خشب لان هي الافضل في امتصاص اي روائح كريهه في المكان، وممكن تغيرها حضرتك يومين او ثلاث مرات في الاسبوع. خد ياه تمام. طبعا دون السلم بتاعهم ماشي، ده بيتوصل كده هو بيطلع عليه، انا بس موقعه عشان ايه يعني ممكن يوقعوه، فانا خليته لهم في الارض. سواء اوريكم البيت بتاعه وده البيت بتاع مصر دون بيتركب جوه في الحته دي هنا تمام، للبتاع بتاعته يا جماعه من ورا المفروض بتخش هنا كده زي ما حضراتكم شايفين، بيبقى متعلق كده بس من جوه. طبعا هو الفك بتاعه سهل جدا تمام، ان حضرتك عندك دي هنا بتتفك، الحديد ده كله هنا بيتفك ماشي، سهل جدا ان حضرتك تشيل الوش بتاع القفص ده، لذلك انا يعني برتاح للقفص ده وشايفه افضل تمام. فممكن حضرتك تحط دون او تشيله براحتك، انا للاسف اعلاتهم بيوسخوه شويه من الحمام وكده فانا شيلته خالص تمام، عشان كده يبقى افضل ليا. طبعا كل ما حرك طاقه كل ما كان افضل للحيوان، يعني كل ما يطلع طاقته في حاجه مثلا كل ما يكون افضل. فاحنا لقينا ليه المرجحه بتاعته هو بيلف فيها تمام، يطلع على السلم. في كمان اقفاص بتبقى اكبر من كده، او ناس بتربيه في حواض مثلا اللي هي حواض السمك العاديه، انت هتموتي وتنزلي مش عارف ليه حوضين تمام. ففي حاجات زي على اشكال مواسير بيدخل جواها برده وبيلعب. انتوا مش عايزين تطلعوا معايا شكلكم، عايزين خلاص بقى ادخل فصلك بقى ادخل فصلك. اتكلمنا كده عن الاكل بتاعهم،
في نقطة مهمة جدا ما اتكلمناش فيها اللي هي المية. طبعا هم مش متسابين كده من غير مية، خاصة في الجو الحار الكوارد ما بتستحملش. فأنا هعمل لهم لعبة كده جميلة جدا، دي ازازة بيبسي عادية. أنا مش حابب أكلف قوي لأن القفص واحده جايبه ب150 جنيه تقريبا، فجايبه غالي شوية ماشي. ف دي الراس دي بتبقى مسائي لشرب الكوارد ماشي يا جماعة. انا صراحه سيدنا محمد بتتباع في سوق جمعه في اي مزرعه زواحف، تمام. انا جايب دايما من احمد الحاوي، طبعا ارقامه لو حضراتكم عايزين توصلوا له موجوده في حلقات سوق جمعه من مزرعه احمد الحاوي، الارقام بفضل الله تعالى في الحلقات يوم بتتوصل رخيصه جدا، تمام، ارخص من المسائي المخصصه لمستر. في برضو مسائي مخصصه ليه، تمام، ولكن بتبقى يعني مثلا بسعر دين 3 اضعاف ماشي. انا مش حابب اقول الاسعار، الاسعار بتختلف من وقت للتاني، ولكن يعني دي انا شايفها افضل واسهل وتاخد وقت اكتر من المسائل بتاعت لامستر. المسائل لامستر اللي بتتباع في محلات الحانه بتبقى قد كده، لكن الاثنين شغالين وكويسين بس على حسب حضرتك المساحه عندك، تمام. احلى حاجه بقى في القفص ده، بصوا يا جماعه يعني لما بنزله، بصوا يعني الحيوان مثلا كان طالع بره ما بيزهوش ليه؟ لان بيجي لحد معين، ولكن دي حته الحته دي كده امان يعني، ممكن حضرتك ايه حاسب تدخل ايدك تدخله. بص مثلا تروح عامل كده، دي لو الحيوان عمل ايه ما بيعرفش يفتحها خلاص، فاهمني؟ ده زي ايه الحته الصغيره اللي تحت دي امان، انت ما اتكيت عليها خلاص. اهي هنا بصوا لو في محطوط سن اهي، بصوا هو كده مش امان، يهرب زي ما حضراتكم شايفين كده، ادخل كده. لكن بص لو جيت عملت كده خلاص كده، لو عمل ايه ما اعرفش يطلع تاني، تمام. اتكلمنا عن الاكل بتاعه وعن الشرب بتاعه وتربيته. طبعا ما ينفعش تعرض لشمس، اي قوارض لو تعرضت لشمس بتتدمر، ممكن تموت في مكانها، تمام. لو حضرتك حابب تحط البيت ده مفيش اي مشكله، من جوه بيبقى منظره برده كشكلا حلو، الانتاج بتاعه كويس، في ناس بتفرخه وفي ناس ما شاء الله يعني عاملاه زي مشروع انها كمصدر مثلا جانبي للدخل، تمام، مش شرط يكون اساسي لكن حاجه كده جانبي للدخل. طبعا هو من القوارض بيولد ما شاء الله اعداد كويسه جدا، ولكن لما بتيجي النتايج بتولد حضرتك بتروح عزل الذكر. ليه بقى؟ علشان ما ياكلش الاطفال، تمام، لازم بتتعزل بالعيال بتاعتها لحد اما يتفطموا، بعد كده ممكن ترجعها للذكر بتاعها وتعزل الاطفال لما يكبروا يبداوا ياكلوا. زي ما حضراتكم شايفين معلق نفسه. طبعا دي ليها بتتوصل هنا يعني على مدخل الباب، بس انا ايه انا مخرج البيت، تمام، فهم بيوقعوه بقى في الارض والكلام ده، تمام. شايف ان الشرط الخشب هي الافضل للاستعمال. طبعا هقول لكم المشاكل اللي واجهتني معاه، تمام. اول حاجه ان انا يعني مع ان انا برضو فضل بقى نازل بصور في السوق وكده، طبعا الحاجه دي جايه من اخويا محمود معجزه، هسيب لكم رقمه برضو للتواصل. بما اني راح اصور وكده فاحيانا ببقى مشتت شويه لان في دماغي افكار عايز انفذها، عايز اصور مش عارف ايه بتاع، فرحت انا اللي اخترتهم عشان الوانهم، ولكن للاسف طلعوا دكرين، تمام، فدي مشكله. طبعا ذكر ونتايج بيبانوا سهل جدا لان دي قوارض ماشي يا جماعه، فالموضوع سهل جدا، ولكن انا اتلخفنت هناك عشان طبعا كان ضغط عليا، بيبقى ضغط على التصوير، تمام. فدي اول مشكله. تاني مشكله انهم اغلب اليوم بتاعهم نايمين، زي ما حضراتكم شايفين قبل ما نبدا نصور كانوا نايمين، تمام. فهو حيوان كسول جدا جدا، بيفضل قاعد نايم يعني، ممكن تقعد تزغط فيه يعني، بقعد اعمل اصوات مش عارف ايه بتاع عشان يصحى، مفيش، تمام. لازم بقى بيطلعوا الروح يعني، نومه تقيل جدا، اللي عارف الناس اللي هي بتظبط المنبه 90 مرة دي يعني وما بتصحاش برضه، هو نفس الكلام، تمام. ولكن هو حيوان لذيذ جدا وجميل بصراحة يعني، بيعمل حركة، ولكن لو حضرتك بتزهق من التنظيف باستمرار ما انصحكش من النوع ده، تمام، يعني ده لازم تنضف له اول باول وبرده تصبر عليه يعني، ياخد نومته براحته، تمام. الكلام ده هو بينشط، الكارد اصلا نشاطها بالليل، تمام، ولكن ده ممكن يجي بالنهار تلاقيه نايم، بالليل تلاقيه نايم، هو دماغه كده، ولكن لما بيجي بيتحرك وبينشط بينشط بصراحه، تمام. دي انا تجربتي معاه. واهم اهم حاجه النظافه يا جماعه، علشان عدم النظافه ممكن يجيب حشرات وممكن ناس تتضايق، او فالنظافه باستمرار جميله جدا حتى لو 3 4 مرات في الاسبوع تغير النشاره، تمام. انا جايب لهم شكاره مخصصه ليهم، تمام، من اول ما جبتهم علشان موضوع النظافه وكده. شايف حيوان جميل جدا ومناسب، ممكن الاطفال والكلام ده ما فيش حاجه اسمها بيجيب امراض والشغل ده.
اتمنى الحلقه بتاعت النهارده تكون افادتكم. طبعا الاسعار المتوسطات عن طريق رقم الهاتف اللي هسيبه في الحلقه من مزرعه محمود معجز، بما اني جايب الحاجه دي من عنده. اتمنى الحلقه تكون عجبت حضراتكم، وهسيب لكم برده مقتطفات من التربيه، يعني اللي انا بشوفه منه عندي، مثلا الحاجات المستخلصه اللي شفتها منه من خلال تربيته وكده هسيبها لكم برده. واتمنى اكون افدت حضراتكم في حلقه النهارده. ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتكونوا متفعل زر التنبيه عشان مفادله توصلكم في فيديوهاتنا المطول، تاكلوا شير عشان يوصل المحتوى بقى اخواتنا. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله على خير. لو حابين برده افرجكم ازاي دون بيتفتح ما عنديش مشكله، وصحيح دون هنا غطا بيبقى تحت هنا، تمام. انا شايله علشان موضوع النشاره، ان انا اعرف اشيل النشاره واحطها براحتي، تمام. نبص برده لكم محتويات القفص، حسب كده ادخل ادخل، بصوا دي بتتشال، تمام. كل حاجة في القفص بتتفك وتترك، دي حتى بتتشال، دي احنا شايلينها اوتوماتيكيا. ايه يا جماعة الحاجات اللي ايه اللي بتشيلها عشان تشيل الغطا بتاع القفص، اهي على الجناب دي، ماشي اهي. هذا كتشيلها تلاقي الغطا ده بيطلع مع حضرتك بسهولة جدا. لو حابب تربي في علبة بلاستيك مفيش مشكلة برضو، يعني اللي لها حضرتك زي ما قلنا في حوض زجاج، اما حاجات تهوية للقوارض عشان الريحة بتاعتهم، وعشان يبقى المكان نظيف وكويس اغلب الوقت. اشوفكم ان شاء الله في حلقة على خير. السلام عليكم. وفي مشكلة كمان تاني، بعد بيحاول اغلب الوقت انه يفتح في القفص عشان عايز يهرب منه، بس احنا مش انا ولا له برضه.
اقول لكم ان الحادي مونتاج جامعه عين شمس. بين محاضره ومحاضره حركه 4 ساعات، فقلت بقى اروق على اهل بيت الزعاف فيها. اتمنى الحلقه مره تانية واخيره تكون عجبتكم، واشوفكم في الدرب النار الجايه ان شاء الله.